خليني أخذ مكالمة من عبد الله من المغرب. أهلا وسهلا أخي عبد الله، أنت معانا على الهواء، تفضل. أهلا بك أخ نزار. أهلا وسهلا بك، تفضل يا أخي عبد الله. أخي أنا أرى العابرين إلى المسيحية هم ملحدون لا يعترفون بالله أصلا، وهم محتالون يضحكون عن المسيحيين، يأخذون منهم مساعدات ووظائف وزوجات، ويقولون للمسيحيين أنهم تركوا الإسلام وتركوا المسيحية لأن المسيحية في حاجة ماسة للدخول إليها، لأن 95% من المسيحيين تركوا وأصبحوا ملحدين ومنهم في أوروبا، والإسلام لا يحتاج إلى الناس، فهو دائما في تزايد، والمسلم مستحيل أن يتنصر، مستحيل أن يترك التوحيد. شو عرفك يا أخ عبد الله؟ أخ عبد الله وترك السجود، شو عرفك بالموضوع هذا؟ من الأصنام والتماثيل بتاع مريم وعيسى. طيب أخ عبد الله، أنت عم يعني بتسرع وبتكرر نفس الكلام. انت عم تقول انه المسلمين اللي بيتركوا الاسلام وبيعتنقوا المسيح لاسباب ماديه واسباب طبعا زواج والى اخره، طب ماذا عن الاغنياء وماذا عن الشيوخ وماذا عن الائمه وماذا عن السياسيين والوزراء ومن كل مستويات الشعب؟ مش هذا الحديث انه عم بيجوا للمسيح ما فيش اي اغراء ولا في اي، بالعكس اللي بيجي للمسيح عم بواجه الاضطهاد وعم بيتحط بالسجن وعم كثير ناس عم بتموت من اجل المسيح. اخي عبد الله لا 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 اسمعني، انت من المغرب. اخي عبد الله كيف دخل الاسلام الى المغرب؟ لا 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 ما تقول مستحيل، كيف دخل الاسلام الى المغرب؟ ادرس التاريخ، كيف دخل الاسلام الى المغرب؟ دخل عن طريق الفتوحات الاسلاميه عن طول اولاد اسماعيل. نحن اولاد اسماعيل. اي فتوحات اخي عبد الله؟ انت بتشوف الحق، بتشوف الحق، وانت مجرد عم بتجادل وبتتكلم بكلمات يعني فارغه. يعني اذا في مسيحيه باوروبا بيعتنقوا الاسلام، بيعتنقوا الاسلام يمكن لاسباب، لكن انا بحب اكد لك انه كثير من المسلمين عم بيجوا للمسيح، صدقني صدقني اخ عبد الله، ولا واحد بيتكلم معهم، حتى منهم بشوفوا رؤى واحلام واعلانات وبيجوا من حالهم الى يسوع المسيح، مش بس الملحدين، مش بس الملحدين. على كل حال انا اعطيتك فرصه، شكرا جزيلا اخ عبد الله.